مساء الخير على حضراتكم، وطبعا يعني هيكون في تغطية لزيارة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لنادي سموحة. والحدث ده مش غريب، يمكن ناس كتير من امبارح بتتكلم على أو بقالها فترة أنه الحدث ده ليه هيكون في الزيارة دي، هل صفقة جديدة للنادي الأهلي؟ بالعكس، الحدث ده مش غريب تماما وما فيش أي غرض من وراه غير أنه في علاقة محترمة جدا بتجمع بين النادي الأهلي وكل الأندية المصرية على مر التاريخ. يعني دي مش أول مرة تحصل، وكمان زي ما أحمد قال يمكن الأندية زي الاتحاد وزي سموحة وزي غيره كتير، وفي مكانة خاصة الحقيقة لجماهير اسكندرية عند النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، والعكس صحيح. ودايما الحقيقة كابتن محمود الخطيب بيضرب مثال في الرقي والاحترام وكمان الروح الرياضية، وده يعني احنا بنتكلم عن النادي الأهلي ان هو كيان مؤسسي ناجح جدا، فان يكون في مثال زي ده دي حاجة يمكن بترتقي بالكرة المصرية بشكل عام. نتمنى انه النموذج ده سارة، يعني العلاقات الطيبة دي اللي بتجمع بين الأندية في ظل منافسة في وقت من الأوقات ممكن تبقى شرسة جدا، لكن ده مش معناه أنه أنت بتبحث على عن مصلحتك وأنت بتبحث عن المكسب وأنت بتبحث أنك تكون الأفضل أن ده يأثر بشكل سلبي على علاقتك بالآخرين، ده في الرياضة وفي غير الرياضة. وأعتقد طبعا الأهلي دايما بيقدم نموذج لكل الأندية المصرية، وأتمنى الحقيقة الأهلي أو غير الأهلي نشوف العلاقات دي سايدة والروح دي سايدة بين الأندية المصرية المختلفة.